بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع طلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج بتوقيع عدد من المستمعين والمستمعات، يقول من أخواتكم المسلمات المتوكلات على الله وأخوكم المسلم المؤمن بالرحمن. عرضنا جزءا من أسئلتهم في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسألون جمعا من الأسئلة. أوله يبدو أنه سؤال من إحداهن، تقول: سمعنا أنه عندما تكون الفتاة في العادية الشهرية وتساقط شيء من شعرها وجب عليها أن تطهره بالماء لأنه سيعود للإنسان في يوم القيامة، كل ما تساقط من شعره سيعود إليه، أفيدونا عن صحة ما قيل وكيف نتصرف؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا صحة لهذا القول. ما تساقط من شعر المرأة أو شعر الرجل أو قص من أظهاره فإنه لا يلزمه أن يطهره، خصوصا الحائض أيضا لا يلزمها أن تطهر هذا الشعر، ولا يشفع لها ذلك، ولا أصل لهذا الأمر، لأنها أشياء فضلات وجزئيات استغنى عنها الجسم وسقطت فترمى في أي مكان ولا قيمة لها، لا قيمة لها. وأما الإعادة يوم القيامة فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الله لم يشرع لنا أن الحائض تغسل الشعر المتساقط منها في أيام الحيض، أو المتساقط عند انقطاع الدم، المتساقط لا يشرع غسله، وإنما يجمع ويوضع في مكان مناسب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: فتاة نذرت أن تصوم شهرا نافلة إذا شفيت أمها من مرض السكري، وشفيت أمها لفترة ثم عاد لها المرض وأصابها مرة أخرى، هل عليها صيام ذلك الشهر؟ حسب نيتها، إن كانت نوت أنها إذا شفيت شفاء مستمرا فإنها تصوم شهرا، ولكن لم تشفى شفاء مستمرا فلا يلزمها شيء لأنه لم يحصل الشر. أما إذا كانت نذرت وأطلقت، قالت: إن شر الله والدتي لا صومن شهرا، ثم شفيت، فإنه يلزمها صيام الشهر ولو عاد المرض بعد ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا نذر طاعة معلق على شرط وقد حصل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في أوقات كثيرة يحضر وقت الصلاة وأنا أكون مشغولة بأعمال منزلية وأتأخر عن الصلاة وأصليها في نص وقتها أو في آخره، هل عملي صحيح؟ صحيح إن شاء الله، لأن الصلاة تصح في أي جزء من وقتها الذي حدده الله لها، ولكن المبادرة بالصلاة في أول وقتها أفضل، لما فيه من المسارعة إلى الخيرات ولما فيه من المبادرة للعوارض التي تحصل. الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال، وإذا كان الإنسان في شغل فلا بأس أن يؤخر الصلاة إلى منتصف وقتها أو إلى آخر وقتها، لأن الوقت متسع والحمد لله. جزاكم الله خيرا. تقول: أبي يصلي شهر رمضان وفي أيام الجمعة، ويصلي أوقات ويقطع أوقات، وعندما تحضر الصلاة وهو موجود في البيت أقول له بأن يصلي فيستمع لي ويصلي، أرشدني يا فضيلة الشيخ كيف أستطيع أن أجعل أبي يحافظ على صلاته ولا يترك أي فريضة؟ عليك بمناصحته وموعظته، قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمحافظة على الصلوات. وقال سبحانه وتعالى: والذين هم على صلوات
ذريتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال سبحانه والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. المحافظة على الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة هذا سبب لدخول الجنة كما في هاتين الآيتين. وبالمقابل فإن الله سبحانه وتعالى توعد الذين يضيعون الصلوات. قال سبحانه خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. والغي كلمة عذاب ووعيد شديد، وقيل إنه واد في جهنم أي لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت. قال سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. ومعنى أنهم عن صلاتهم ساهون أنهم يؤخرونها عن أوقاتها. فإذا كان الذي يصلي ولكنه يؤخر الصلاة عن وقتها متوعدا بهذا الوعيد الشديد، فكيف بالذي يترك الصلاة نهائيا ولا يصلي إلا بعض الصلوات؟ هذا يكون كافرا بالله عز وجل خارجا من الملة، لأنه تارك لعمود الدين وعمود الإسلام، ثانية أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلا دين لهذا. فعليك بمناصحته وقراءة هذه الآيات عليه كلام أهل العلم إذا تيسر المناصحة عن التهاون بالصلاة وبيان الوعيد الوارد فيها، لعل الله أن يهديه أو أن تقوم عليه الحجة وتبرأ الذمة بالنسبة إليه. نعم، تبرأ ذمة الناصح. اللهم استعان. نعم. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من محافظة بيشة وباعثها المستمع سليم الحارثي، له أكثر من قضية. في إحدى قضايا يقول حولت مبلغا من المال عن طريق أحد المصارف إلى والدي، ثم عقبت عليه بعد فترة فقال المأمور إنني لم أحوله وسأحوله الآن. فسألت والدي قال لا، قد استلمت المبلغ مرتين ومقدار المبلغ 7500 ريال، ماذا أفعل الآن بذلك المبلغ الزائد، علما بأني لا أدري هل ذلك الشخص لا زال على قيد الحياة أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك أن ترد هذا المبلغ الزائد إلى الذي أرسله والذي صرفه، لأنه فعل ذلك عن غلط وعن خطأ، فعليك أن ترده إليه إن كان له، فترده إليه شخصيا، وإن كان للمصرف والمتجر أو البنك فترده إلى الجهة التي كان يشتغل فيها التي كان موظفا فيها وتبلغهم الحقيقة. وإن لم تجده وكان هذا المبلغ منه هو، فإنك ترد هذا المبلغ لوراثته إذا كان متوفى وهو الذي دفع هذا المبلغ من جيبه، فإنك ترد هذا المبلغ إلى وراثته إن كان متوفى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يشكو شيخ صالح من كثرة القطيعة بين ذوي الأرحام، ويقول إن هناك أناس يجهلون الحكم الشرعي والعاقبة السيئة لمثل هذا الأمر، ويثير قضية يقول هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من كان بينه تقاطع وبين ذوي أرحامه فإن عمله لا يرفع في يوم الاثنين والخميس أو كما جاء في الحديث؟ جزاكم الله خيرا. نعم، القطيعة كبيرة من كبائر الذنوب، توعد الله عليها باللعنة. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله أصمهم وأعمى أبصارهم. وأيضا جاء الوعيد في أن المتشاحنين والمتقاطعين لا يغفر لهما عند رفع الأعمال، ويقال أنظر هذين حتى يصطلح. فالخطر في هذا شديد، والواجب على من كان مقاطعا لأرحامه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعيد الصلة، فإن الأرحام لهم حق كما قال سبحانه وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى الآية، فجعل حق القرابة في المرتبة الثالثة بعد حق الله سبحانه وتعالى وحق الوالدين، مما يؤكد هذا الحق ويعظم من شأنه. المتساهل في هذا الأمر يكون متساهلا بواجب عظيم، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يواصل رحمه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. والدي يؤذن لكنه يخطئ في الأذان وفي الإقامة، وقد نصحته كثيرا وحاولت تعليمه لكنه لم يستطع أن يغير ما هو عليه، ويقول دائما إنما الأعمال بالنيات، فما هو واجبنا نحوه جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان يلحن في الأذان لحنا يحيل المعنى فإنه لا يجوز أن يتخذ مؤذنا ويستبدل بغيره. إذا كان الأذان
الكلام ملحونا، يعني فيه لحن يغير المعنى. أما إذا كان لحنه لا يغير المعنى فإنه إذا لم يستطع تعديله فأذانه صحيح، ولكن يستحب ويتأكد اختيار المؤذن الذي يقيم الأذان على الوجه المطلوب، هذا عند الاختيار والتعيين. أما بعد التعيين وبعد الاستمرار فإذا كان خطأه في الأذان يسيرا ولا يغير المعنى فإنه يستمر في أذانه والحمد لله، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان يغير المعنى فإنه يجب أن يستبدل بغيره. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل دعاء كفارة المجلس يكفر ويمحو جميع ما قيل في المجلس من الخوض فالهرج من قول المعاصي مثل اغتياب الناس وغير ذلك، أم ماذا أفتونا جزاكم الله خيرا؟ هو الاستغفار كفارة للمجلس كما جاء في الحديث، الله هو العموم لكل ما يحصل في المجلس، ولكن إذا رجعنا إلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم، فإن هذا يخصص الغفران بالصغائر التي تدور في المجلس، أما الكبائر فلا بد ومنها الغيبة فلا بد فيها من التوبة، لا بد فيها من التوبة ومسامحة صاحب العرض الذي تكلم فيه وهو غائب، وهذا أظهر أن التكفير إنما يكون لما يدور في المجلس من الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من مسامحة الذي وقع أحد في عرضه. والاستغفار توبة، الحقيقة أن الاستغفار إذا كان صادرا عن قلب حاضر وعن نية صالحة فإنه توبة، والتوبة يغفر الله بها الذنوب الصغائر والكبائر، ولكن إذا كانت هذه الذنوب تتعلق بمخلوقين ومظالم المخلوقين فإنه لا بد أن يسمحوا بها وأن يعفو عنها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل بناء مسجد لرجل متوفى من قبل شقيقه هل يكون أجره وثوابه للمتوفى ويعتبر صدقة جارية كما جاء في الحديث جزاكم الله خيرا؟ نعم، بناء المسجد و صرف ثوابه وأجله للمتوفى أو لغيره هذا عمل طيب وينفع الله به إذا تقبله الله، ينفع به من نوي عنه، وهو من الصدقة الجارية التي ينفع الله بها الأحياء والأموات. والبناء المساجد هذا من أفضل الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا فضل عظيم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الباحة رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحرف ميم، يقول ما صحة الحديث الذي يقول إن رجب شهر الله وشعبان شهر رسوله ورمضان شهر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أجر الصوم في رجب وشعبان؟ لا صحة لهذا الحديث فيما أعلم، وشهر رجب من الأشهر الحرم، ولكن لا يخصص بعبادة دون غيره من الشهور، فليس له فضيلة خاصة، وإنما هو كسائر الشهور. وكذلك شهر شعبان ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه أو يصوم أكثره، فصيام أكثر شهر شعبان هذا فيه فضيلة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام هذا بدعة، أنه لم يثبت فيه دليل، فذلك تخصيص قيام ليلة النصف من شعبان هذا بدعة لم يرد به دليل. أما من كان من عادته الصيام والقيام في سائر الشهور فإنه يعتبر النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان كغيرهما من الأيام والليالي. أما تخصيص ليلة النصف من شعبان وتخصيص يوم النصف من شعبان بعبادة فهذا يكون من البدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. الحاصل أن شهر رجب لم يثبت له فضيلة خاصة دون غيره من الشهور، ولا ينبغي عمل عبادة خاصة به دون غيره من الشهور، لا صيام ولا ذبيحة ولا عمرة ولا غير ذلك، بل هو كسائر الشهور. وأما شعبان فمن ناحية صيام غالبها وأكثره فهذا مشروع ومستحب ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يستكمل كله بالصيام بل يترك منه بعض الأيام. وأما تخصيص ليلة النصف منها ويوم
النصف منه بعبادة فهذا بدعة هنا أصلا لها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل يريد الزواج من امرأة ووافقت والدتها ولكن الأب لم يوافق، هل يتزوجها علما بأنه سوف يعيش في منزل أبيه وأمه؟ هذا فيه تفصيل، إذا كانت هذه المرأة فيها خلل في دينها أو خلقها فإنه لا يتزوجها لما يلحق من الضرر به خاصة وبوالديه. أما إذا كانت مستقيمة وكانت نزيهة العرض والعفة فلا بأس أن يتزوجها، وبإمكانه أن يقنع والديه وأن يصلح ما علق بأذهانهما من إساءة الظن بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كانت والدته موافقة والأب غير موافق، من يقدم يا شيخ صالح؟ هو كما ذكرنا من التفصيل يرجع إلى حالة المرأة التي يريد الزواج بها. جزاكم الله خيرا. يسألكم شيخ صالح عن الطريقة الصحيحة للغسل من الحدث الأكبر والأصغر، جزاكم الله خيرا. الطريقة الصحيحة هي الطريقة الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الأحاديث، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات ويغسل وجهه ثلاث مرات ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم يمسح برأسه، يبدأ من مقدمة، يضع يديه على مقدمة رأسه مبلولتين بالماء ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا مسح الرأس. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، هذه صفة الوضوء الكامل. وأما الوضوء المجزي فهو أن يغسل هذه الأعضاء مرة مرة، هذا هو المجزي. وأما الاغتسال فإنه بعد ما يفرغ من الوضوء على الصفة المشروعة، ولا بد قبل الوضوء من أن يستنجي وينقي الفرجين ثم يتوضأ على الصفة التي ذكرنا، ثم بعد ذلك يفيض الماء، بعد ذلك يحفو على رأسه الماء ثلاث حثيات ترويه، ثم يفيض الماء على جسمه ويبدأ بالميامن، ميامن جسمه، ويكون إمرار الماء على جسمه وإفاضة الماء على جسمه ثلاث مرات، والمجزي مرة واحدة تعم الجسم كله. هذه صفة الوضوء وصفة الاغتسال الكاملين على الوجه المشروع. ولو نوى الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر وأفاض الماء على جسمه مرة واحدة بنية رفع الحدثين أجزأ ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولكن الصفة الأولى أفضل وأكمل ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأحساء رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين خاء سين، له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: يوجد بعض المصلين هدانا الله وإياهم بينما نحن ننتظر الصلاة يقرأ الواحد منهم القرآن بصوت مرتفع ويتسبب في إخلال الخشوع للمصلين الآخرين، هل هذا العمل جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجهر بالقراءة إذا كان يشوش على المصلين حوله إنه لا يجوز، لأن هذا فيه أذية للمصلين. قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم صلون بالليل وكانوا أوزاعا متفرقين، كل يصلي لنفسه ويجهر، يجهرون بالقراءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. فإذا كان يترتب على الجهر بالقراءة في الصلاة أو خارج الصلاة ترتب عليه التشويش على المصلين حوله أو الذين يقرؤون القرآن حوله أو يذكرون الله، فإنه لا يجوز له أن يرفع صوته بالقراءة، بل يقرأ بقدر ما يسمع نفسه فيحصل المقصود ويندفع الضرر. وبالمناسبة فإن هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم بالميكروفونات وتخرج أصواتهم عن المساجد التي يصلون فيها وتنتشر في الشوارع وعلى المساجد الأخرى وعلى البيوت ويشوشون على الناس، فإن هذا أمر غير مشروع، وهذا فيه تشويش على الناس، فالواجب التنبه لذلك، لأن هذا يوقع في الإثم ويوقع في الحرج، وأيضا فيه يخشى على صاحبه من الرياء والسمعة، فإن الغالب ما تصاحب هذه الأصوات المرتفعة الميكروفونات صاحبها شيء من الرياء والسمعة، وهذا خطر شديد. الواجب عليهم أن يقصروا أصوات كبيرات الصوت داخل المساجد في الصلاة. أما الأذان والإقامة
فلا بأس أن يرفع الصوت فيهما خارج المسجد لأجل مصلحة الجماعة والذين في البيوت والذين لأجل أن يلحقوا بصلاة الجماعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نرى بعض المصلين بمجرد ما الإمام ينتهي من الصلاة إن هم ينصرفون مسرعين إلى خارج المسجد من غير قراءة للأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما نصيحتكم يا فضيلة الشيخ لهؤلاء المسلمين جزاكم الله خيرا؟ الأفضل لهم أن يتغيثوا حتى يأتوا بالأذكار المشروعة أدبار الصلوات لما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الجزيل، إلا إذا كان هناك حاجة المبادرة بالخروج، كان يخشى على شيء يفوت من أعماله، أو هناك حالة تستدعي المبادرة بخروجه فلا بأس، لكن يأتي بالأذكار وهو يمشي، يأتي بالأذكار التي بعد الصلاة وهو يمشي أو وهو في عمله الذي خرج إليه ولا يتركها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جمع من الأخوة والأخوات. في هذه الحلقة نعرض لهذا السؤال: هل لمس الحلق القرار حرام بالنسبة للنساء؟ وهل ثقب الأذن من أجل ذلك مكروه ويعد من التغيير في خلق الله؟ جزاكم الله خيرا. كأنه يسأل عن لبس الذهب المحلق. الذهب المحلق لا بأس بلبسه للنساء كالخاتم وما يوضع في الأذن أو في الأنف، لا بأس بلبس الذهب المحلق عند جماهير أهل العلم، وعليه تدل الأحاديث الصحيحة. وأما القول بأنه لا يجوز للنساء لبس الذهب المحلق فهذا قول شاذ لا معول عليه عند أهل العلم. فالمرأة تلبس ما جرت العادة بلبسه من الحلي على أي شكل كان مما جرت به العادة، لأنه من زينة النساء، والمرأة بحاجة إليه، حاجة إلى الحلي. وأما ثقب الأذن لأجل وضع الحلي فلا بأس بذلك، لأن هذا لمصلحة ولغرض صحيح، ولأنه لا يضر بالبنت، لا يضر بها، وهو لمصلحة ولمقصد صحيح فلا بأس به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب.